يعني مجاهدي خلق قاموا بدور كبير بحيث حولنا محافظة ديالى، حولنا محافظة ديالى. يعني لو لم يكونوا مجاهدي خلق لكانت الأولاد راحت ولكان اعتدوا على ديالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي مشاهدي قناة الحقائق بالوثائق. نستكمل مع حضراتكم الجزء الثالث من التسجيل السري لاجتماع الرئيس مع القادة العسكريين والحزبيين في بغداد بعد الانسحاب من الكويت وحصول أحداث الشغب وصفحة الخيانة والغدر، وبعد تطهير المدن تم عقد اجتماعات متكررة لتقييم الحالة المعنوية والدروس المستنبطة من ما وصف في وقتها بأم المعارك، أحداث عام 91 بعد أن دخل اجتاح غزا احتل الكويت العراق بدخول قوات، وبقى عدة أشهر ثم صدر قرار السلام وبالانسحاب من الكويت. في هذا الاجتماع كان الرئيس مع القادة العسكريين كما ذكرت، من بينهم نائبه عزة إبراهيم والفريق صابر الدوري والفريق حسين رشيد والفريق سلطان هاشم والفريق عبد الستار المعيني والفريق محمد عبد القادر عبد الرحمن والفريق حسين كامل حسن والفريق علي حسن المجيد، إضافة إلى القادة الحزبيين من أعضاء القيادة. تم مناقشة كل مجريات الأمور التي حصلت، وفي هذا الجزء تم الحديث عن دور مجاهدي خلق في تصديهم للإيرانيين الذين جاءوا من إيران وهاجموا مجاهدي خلق في معسكر أشرف بديالة آنذاك. كذلك تم ذكر وبيان دور مديرية الاستخبارات العسكرية في أم المعارك وماذا قال فيهم الرئيس صدام حسين وكرمهم من خلال مدير الاستخبارات العسكرية آنذاك الفريق صابر الدوري. في هذا الجزء يعني أهم ما جاء فيه أن الرئيس أكد على رفاقه الذين تكلموا أن يسجلوا تجربتهم تفصيليا ومكتوبة، يعني أكد على ضرورة وأهمية كتابة الأحداث التاريخية التي جرت، وطلب أن تكتب وتصله مع الوصف، وطلب أن يكتبون برصانة حتى يطلع على ما جرى ويؤرخها، تؤرخ للأجيال القادمة. وذكر أنه أن تكتبون التاريخ العسكري و يعني توصفون الحالة من الناحية العسكرية والإنسانية بكل المفردات المادية ومن كان معكم. هذا ما قاله الرئيس لأعضاء القيادة اللي كانوا موجودين بالاجتماع الحزبية والعسكرية. يقول لأنه بهذه ستظهر عظمة المواقف للناس المؤمنين وتفيد الناس الذين يقرؤون هذه التجربة يعني بالمستقبل، ويظلون يستذكرون قول الله سبحانه وتعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه المفردات
عندما نضعها ستظهر النتيجة. و يعني اختتم كلمته هذه أنه الحمد لله كلنا وكلكم بوجه أبيض، وطنكم محمي، بلدكم محمي. نعم تضحيات وخسائر، لكن الأساس في الحياة يحتاج إلى الاستمرارية وأن نهج المبادئ مستمر. أيضا هناك مداخلة لنائب الرئيس صدام حسين عزة إبراهيم يتحدث عن دوره في أم المعارك وقيادته للرتل في قاطع العمارة ثم انتقاله إلى كركوك وأربيل ومشاهداته لمجريات الأمور آنذاك. أترككم مع هذه البصمة الصوتية التي وثقت اجتماع الرئيس صدام حسين مع عدد من المسؤولين الذين أتينا على ذكرهم من كادر الحزب، الكادر الحزبي والعسكري. هذه التسجيلات أؤكد لحضراتكم بأنها من ملف قضية أحداث عام 91 التي نظرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا المنحلة يعني أواخر عام 2007، وكان المتهمين بها ما يقارب أو ما لا يقل عن 15 متهم، من بينهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد وصابر الدوري وعبد الغني عبد الغفور عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وآخرين. طبعا أحداث عام 91 في هذه القضية في مدينة البصرة والعمارة، بعد ما حصلت أعمال الشغب بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت وتعرضه إلى مجزرة كبيرة في منطقة المطلع وهو في طريقه للدخول يعني شارع سموه شارع الموت. قامت القوات الأمريكية بتدمير الجيش عن بكرة أبيه، ولم يسلم منه إلا القلة القليلة، وهذه القلة القليلة قام الإيرانيين بزج عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومن الاطلاعات الإيرانية والاستخبارات الإيرانية معهم عملاء النظام الإيراني لقطع الطريق على ضباط ومنتسبين الجيش المنهك العائد أو المنسحب من الكويت، ليقتلوا من يقتلوا ويأسروا من يأسروا ويعتدوا على المؤسسات الدولة وعلى منشآتها ومعاملها ومصانعها وعلى المقرات الحزبية والأمنية، وينكلوا بأهالي البصرة وأهالي العمارة. ثم تم تشكيل أرتال لإخماد هذه الأعمال الشغب، وليهرب من يهرب إلى إيران، وليهرب من يهرب إلى الأراضي السعودية في منطقة رفحة، ثم ليطلب اللجوء إلى أمريكا ودول أوروبية، ليعود عام 2003 بنفس النهج ونفس الطريقة لتدمير العراق واحتلال العراق، مساعدة في احتلال العراق، ويفعل كما فعل عام 1991 بحق أهله في العراق. سأترككم مع هذه البصمة الصوتية، أتمنى أن تروق لكم على أمل أن أرفدكم ببصمات صوتية أخرى لنؤرخ ونوثق للتاريخ. وأؤكد أن هذه البصمات مهمة جدا، ولأول مرة يتم عرضها على المشاهدين الكرام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي عفوا، أنا فاتني نقطتين تسمح لي أقولها. من
يعني من باب تثبيت الحقوق. يعني المسألة الأولى دور مجاهدي خلق بعمليات الشغب. يعني مجاهدي خلق قاموا بدور كبير بحيث حولنا محافظة ديالى. يعني لو لم يكونوا مجاهدي خلق خاصة لكان جلو لا راحت ولكان امتدوا على ديالى. ولو من جانب آخر لو ما يكونوا الموجودين بقاطع ديالى ما يدخلون الإيرانيين يهاجموهم. يعني ما كان يدخلون الإيرانيين، الإيرانيين دخلوا داخل أراضينا هاجموا مجاهدي خلق يعني بقاطع ديالى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية سيدي، أنا الحقيقة ما انطيت حق الاستخبارات يعني بشكل مضبوط. الاستخبارات ضباط الاستخبارات الاستخبارات كل منتسبيها من المراتب، يعني كل الفترة هم ما يشتغلون استخبارات. مخابرة ماكو بالجيش، الأجهزة اللاسلكية والمواصلات هي مواصلات الاستخبارات، ومو جهاز فقط، وإنما كل جهاز ويا ضابط ركن ويا عدد من المخابرين ويا جهاز احتياطي، وصارت أكثر من محطة ويا كل رتل من الأرتال. ضباط الاستخبارات كانوا يشرفون بنفسهم على الأخلاء مع الدبابات، تجميعها من البصرة وتجميعها من الديوانية ونقلها باتجاه الأرتال. كانوا يروحون يلملمون دبابات من مدرسة الدروع ومعهد الدروع، ويعني سيدي إحنا ما دزينا ضابط أقل من رتبة عقيد ركن. يعني كانوا مسؤولين عن كل شغلات الإدارية، يعني كان كل شغلة نكلف بها واحد من الجيش حتى نطمئن بداخلنا ندز ضابط أو ضباط اثنين من الاستخبارات يروحون وياه ويرجعون. فالاستخبارات يعني متمثلة بكل ضباط أو مراتبها، كان يعني قامت بواجب يعني لابد أن يذكر الواحد. كان دورهم ممتاز، لكن الفضل الأساس هم مدانين إلى مديرهم، يعني مدينين لمديرهم، مدينين لمديرهم، لأنه لو مو مديرهم زين ما كان يجيهم هذا الشرف في أن يظهروا بهذا المستوى أمام التاريخ وأمام شعبهم لخدمة وطنهم. ولا ليش يعني الصنف الفلاني بالجيش مثلا ما أخذ هذه المكانة؟ يعني المدير ماله ما شاء، يعني من الطراز اللي وصفته يعني يستكثرها، يروح يهيئ في الوقت اللي الوطن يتعرض إلى كل هذه المخاطر. الإيمان والإحساس بالمسؤولية هو أساس كل شيء. اليوم لها الحد كل الرفاق اللي يتكلموا أرجو أن يسجلون تجربتهم تفصيليا مكتوب. وين فين كتب؟ تصلنا مع الوصف شوية يعني يصيروا رطبين، يعني رطبين بالكتابة. لا طلعنا ورحنا ونجي، يعني شوفوكم مصري. يعني بالتاريخ حتى الأرض الموحلة، هذا حتى بالتاريخ العسكري. إيش بيكون أنتم مالتاري التاريخ العسكري؟ حتى بالتاريخ العسكري يوصف الأرض اللي بذيك اللحظة اللي هو يتنقل عليها أو تنفتح قطعاته في القتال، يوصفه وصف دقيق. يعني أوصف الحالة من الناحية الإنسانية والعسكرية وحتى من ناحية الطقس. أوصف ضدكم بالمفردات المادية واللي معكم بالمفردات المادية. لأنه بهذه تبين عظمة مواقف الناس المؤمنين وتفيد الناس اللي يقرون هذه التجربة أنه يظلون يستذكرون قول الله سبحانه وتعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة
كثيرة مو بإذن الله. هاي هي يعني عود هي هذه المفردات من نحطها يطلع النتيجة هذه يعني كلنا هاي الحمد لله كلكم يعني بوجه أبيض وطنكم محمي بلدكم محمي يعني عندنا تضحيات عندنا خسائر لكن الأساس الأساس في الحياة استمرارية نهج المبادئ استمر شيخ كريش الحال رعاية الله للذي حصل بالمقارنات المادية والعلمية والحياتية إذا نسوي هاي المقارنة ما يحصل اللي حصل لو نسوي هاي المقارنة ما يحصل اللي حصل يعني بعد اللي صار نتيجة العدوان الإمبريالي والصهيوني مع الفرقاء ونحل الجيش ونحل الحزب ونحل الجيش ونفلح كل شيء وجو هذول مدعومين من كل قوى الشر اللي قاتلتنا وهالسرعة هذه يعني مدح حرها هيك هي بالحسابات التقليدية يعني علمية فقط كان أكو رعاية لله للفئة المؤمنة اللي أنت أذكرها دائما قليلا اللي قاتلت كان رعاية واضحة بين واضرب مثال إن صدق إن صدق الحرس الجمهوري وأنا أعتقد يصدق يصدق لأن النتيجة مش قليلة هجوم الأرتال انطلاق الأرتال اللي طمق المدينة كان تحشدها على مشروع رئيس الدام كل اللي قاعدين يعرفون مشروع رئيس الدام شيء قبل عن كركوك مدينة كركوك كانوا على تحشد على المشروع والتحشد غرب المشروع اللي باتجاه سنف رأت يفوت حالة كتف المشروع الأيسر يروح الشمال ويطلع على على يعني يجي من الشمال على كركوك ورات الآخر يروح للجنوب على تازة ويجي من الجنوب على كركوك من طريق مرة يطلع على ليلان ويطوق من الآن يعني مو يعني على مفرق من الآن ويطوق وذاك الآخر من الشمال يطلع على مفرق ياجي على ياجي نعم ويطوق السلسلة من الشمال ويلتقون اثنينهم في سيطرة أربيل وسيطرة كركوك انطلقت بالسبعة أو هم من ستة ونص السبعة مقرروا تنطلق بين ستة ونص إلى السبعة أنا أعتقد ولا سبعة يعني كان مقرر بيناتهم بهالمكان هذا من يمهم إلى كركوك من مكان تجمعهم إلى كركوك ما عندنا مكان يبعد يعني بس من سامي شلون راح كمان يعني ورحت يم مقر الحرس كان نتصل وياهم الأرتال المطابقين يطوقون حتى نفرض المدينة وأرتال أيضا دخلت تدخل المدينة تم تطلع وراهم ساعة بثمانية تتحرك على المدينة طونا خمس ساعة وصلوا لها بثمانية بل تسعة ونص التسعة ونص وصلوا لها بثمانية أنا بسيارة مالتي المرسيدس وأني أسوق إذا أركب من مكان انطلاقهم وأفوت على تازة وأطلع من ذي الصفحة على ليلان على مفرق ليلان لا أقطعها بساعتين وهم مرتين مدرب وطريق ريفي وطريق ريفي ضيق ونشون حتما عن جدا دبابة دبابة ومدرب مدرب وهذول يمكن الأرك الأيسر وراهم نص ساعة تأخروا صار بعد مكو جون جدا جاي جاي تأخروا شوية وراهم نص ساعة تبينون صار مشون حسابات يعني مقبول عليكم معسكر يعني هذا من طريقه وكانت الركن الأيمن أبو ليلان خمس يطعنوا في ليلان خمس مقاومات أساسية بالسلسلة صادفت الحمد لله سيد أبو على الكلام سيد النائب أحمد طلعنا من يمك الخامس رحنا على العميل قيس على مقره عند اللو وقيس طلع على سناركات قيس بذاك الوقت كان بالسيطرة مع الأربيل أربين كركوك يعني هو القاعدة هناك اللي هو سنة 99% هو يعني ها ثمانية فهو تقريبا طوق بهذا الوقت أحكم طوق مسافة حوالي 40 كيلو أكثر من 50 60 كيلو يعني من ذاك النقطة حوالي 70 كيلو إذا ناخذ حول كركوك نصير
على تازي يروح يعني بي 40 40 ان شاء الله. زين شلون هاي الطاحه بساوي نفس هو كان مقرو امام تازي فرقه مدرعه كامله امام تازي سيدي احنا من زمان الامام احنا كنا بالنسبه للامام يتحشد اول مشروع مع الامام الليل هذه كلها قضى مخلوص وحنطلق هو ممتاز الكركوك ما يخالف ممتاز الكركوك في دوله 15 احنا سيدي مقر هو جنا ممتاز بعدين شوف على السلسله الى 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 نقطه تفتيش نقطه السيمانيه هم اذا بيع 15 كيلو متر 30 كيلو متر شلون وصلت لا هو سيدي ما دخل بالمدينه يعني هي هاي تعطيك صوره انه الجيش من كل المعنويات جيده شلون يصل نعم يعني هذا تشوفه يعني مفاجأة هذا يعني الجوال ماله سيدي احنا رحنا عليه لقيناه قال الفرقة موجود بالسيطرة هذه البينة عارف الجوال دبابة كان يقول بالحرية لو بنبيع بالحرية يعني يجون يسوون نعش وعلى اساس شخيب حتى يجمعوا وبعدين من الجماعه بدا في الهتاف يطلع لهم واحد هو وابنه له هو اخوه هو ابنه هو ابنه فوق سطح مالي هو طلع لهم على السطح هو مو شايل من السطح لازم يصعد لهم يعني صعد لهم على السطح هذه وانهى مشكله وحد هو هاي لو محافظة تحت المحافظة طبعا هي ايش يصير هي كلها بدها تنشب تحت المحافظة سيدة ديت الدوريات لقينا قبل الحرس الخامس قبل لا تصور وقضب هاي بالثورة هم بدت وش وصل صار اللي شفت له بالثورة يعني باللحظة فضت يعني هي يعني الدورة شمعة فضلية ثلاث محافظة الحمد لله يا الله قد الكرام